شو يا أبو طالب جاهز؟ يا الله جاهز عمي. اليوم المحاكمة يا أبو طالب. طبعاً اليوم المحاكمة. محكمة فرنساوية على أرض الشام، شو عليه؟ بتهون عمي بتهون. ما في داعي للحكي هلا يا أبو طالب. إيه؟ يا أمرك الله الظالم، وما في ليل إلا بعده نهار، واليوم غير بكرة عمي غير بكرة. فخري كل شيء جاهز؟ كل شيء على قدم الجهوزية سيدي. بدي حراسة كتير مشددة. تبرص على سيدي. صرف احترامي. فتحت الجلسة. يا أبو طالب أنت متهم بمحاولة الاعتداء على فخامة الحاكم العسكري. نعم يا حضرة القاضي. يعني بتعترف بهالشيء؟ بعترف يا سيادة القاضي. وشو دوافعك؟ بصراحة يا حضرة القاضي عندي أكثر من دافع. أولا الحاكم العسكري بيمثل دولة احتلت بلادنا بالغصب والإكراه، وأنا من حقي وواجبي أني رد على هذا الاحتلال وعلى أفعالهم بالطريقة وبالمكان اللي بلاقيه مناسب. في عندك دوافع تانية؟ عندي يا جناب القاضي، تحرير أسرانا من سجون الفرنساوية. وبتعتقد أنك أنت المسؤول عن كل هالأمور هاي؟ نعم أنا واحد من المسؤولين. ومين كلفك بهالشي؟ ضميري ومحبتي لبلدي ومحبتي لناسي وأهلي وخلاني. تعرف أنك ممكن تتعاقب على هالحكي اللي حكيته؟ بعدين انت غير مخول انك تدافع عن امي، انت فيها مجرد فرد ما بتملك صلاحيه الكامله. انت هيك بتشوف يا جناب القاضي، بس انا بشوف شكل تاني. تفضل. انا بشوف يا جناب القاضي انه كل ابن بلد عنده صلاحيه يحارب الاحتلال بدون تفويض وبدون توكيل من اي مخلوق على وش الارض. ترفع الجلسة لتاريخ 15 من الشهر الجاري للتشاور. فتحت الجلسة. الجلسة الآن للنطق بالحكم. بعدك مصر على أقوالك يا أبو طالب؟ نعم يا حضرة القاضي. وهذا قرارك النهائي؟ نعم يا حضرة القاضي، هذا قراري النهائي. حكمت المحكمة حضورياً على المتهم نور الدين القنواتي والملقب بأبو طالب بالسجن المؤبد مدى الحياة قرارا وجاهيا قابلا للطعن عن طريق النقد، صدر وأفهم علنا. هاتوا القلم من فضلكم ودوا
يابا انا حلو ركبي صفحتي من بلوتي ولا شرعني ادوار. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.